فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وأحكامه في الشريعة الإسلامية. قبل أن نبدأ بدرسنا ألفت النظر إلى شيء كنت قد لفت النظر إليه، وهو أن نرجو من إخواننا الذين يخشون هذا الدرس أن يستعجلوا في المجيء حتى يدركوا الجماعة الأولى في المسجد، أو إذا وجدوا أنهم قد تأخروا فعلا نرجو أن يصلوا في مسجد آخر قريبا من هذا ثم يأتوا إلى الدرس مباشرة، وذلك حتى لا نقع في كراهية إلقاء الدرس وهنالك من يصلي، والتشويش على المصلين مكروه. في الدرس الفائت بدأنا نصغي إلى أدلة الفقهاء الذين يقولون إن الله عز وجل شرع الجهاد القتالي درءا للحرابة، يعني ردا للعدوان، وأدلة الذين قالوا بل إن الله عز وجل شرع الجهاد القتالي للقضاء على الكفر. وفي آخر الدرس الماضي استعرضنا باختصار بعضا من أدلة الجمهور أصحاب الرأي الأول، وسوف نتابع الآن الإصغاء إلى رأي هؤلاء وأولئك ونصغي إلى النقاش الموجود في كتب الفقه بين الفريقين. الجمهور، والجمهور هنا هم المالكية والحنفية والحنابلة، ذهبوا إلى أن الجهاد شرعه الله عز وجل درءا للحرابة، يعني درءا للعدوان وأسباب العدوان. أدلة الجمهور من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فهذه الآيات، قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية الثانية في سورة التوبة، وهي قول الله عز وجل: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة التي يستشهد بها الجمهور أيضا هي قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الآية الرابعة هي قول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه هي الآيات القرآنية التي يستشهد بها الجمهور على أن القتال شرع درءا للعدوان وللحرابة. أما الأحاديث فمنها الحديث الذي يرويه ابن ماجة وأبو داود والإمام أحمد من حديث حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له، يعني أبعدوا له حتى ينظر ما الخبر. فقال عندما رأى المرأة: ما كانت هذه تقاتل في من تقاتل، يعني فيما قتلت ما كانت هذه تقاتل. ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله يأمرك بقوله: لا تقتلن ذرية ولا عسيفا. الذرية هنا بمعنى المرأة نساء، ولا عسيفا يعني
مستأجرا للقتال. ودلالة هذا الحديث واضحة، يعني لو كان القتال من أجل الكفر إذن لقتلت المرأة الكافرة، لكن لماذا منع رسول الله من قتل المرأة المشركة؟ لأن المرأة المشركة لا يتأتى منها القتال في الغالب. وهذا الحديث روى بمعناه أيضا الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المعنى ذاته. حديث آخر استدل به الجمهور أيضا يرويه أبو داود من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة من الغزوات كان يوصي الصحابة فيها، قال فيما قال: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، يعني لا تظلموا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قتل الشيخ الفاني لأنه لا يتأتى منه عدوان، ولا والمرأة لأنه لا يتأتى منها عدوان، والأطفال. نعم. أيضا استدل الجمهور بما أوصى به أبو بكر رضي الله عنه أسامة وأصحابه عندما أنفذ سيدنا أبو بكر في أول عهده بالخلافة جيش أسامة الذي جهزه رسول الله كما تعلمون قبيل وفاته. فأنفذ هذا الجيش أبو بكر وخرج يودع أسامة ويوصي الجيش، فكان من جملة الوصايا التي أوصى بها خالد أسامة وأصحابه هذه الكلمات: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، يعني لا تمثلوا بإنسان قتلتموه، ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، وإذا مررتم بقوم قد فرغوا أنفسهم في الصوامع للعبادة، يعني الرهبان ونحو ذلك، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. هذا الحديث يرويه مالك في موطئه ويرويه أيضا الطبري في تاريخه، إلا أن مالك وهو يروي هذا الحديث نقل هذه الوصية لسيدنا أبي بكر، لكن لم يقل إنه أوصى بها أسامة رضي الله عنه، وإنما قال أوصى بها يزيد بن أبي سفيان، نعم لا أسامة. على كل سواء أوصى بها هذا أو هذا، العبرة في الكلام. مكان الاستشهاد في هذه الأحاديث أظن واضح، واضح جدا، ومكان الاستشهاد في الآيات أيضا واضح. لو كان القتال الذي شرعه الله عز وجل لدرء الكفر وللقضاء على الكفر لكان على المسلمين أن يقاتلوا النساء الكافرات ولو لم يكن مقاتلات، ولكن لما منع من قتالهن ومنع من قتال الشيخ الفاني والعسيف المستأجر ولو كان مشركا دل على أن القتال إنما شرع ردا للعدوان. نعم، هذه هي باختصار أدلة الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة. ما هي أدلة الفئة الأخرى؟ أدلة الفئة الأخرى الشافعية الذين أخذوا بأظهر قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم. أدلتهم من القرآن أولا قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
جعلت كما تلاحظون غاية القتال التوبة والإيمان. إذا تابوا وآمنوا فلا قتال. إذن دلت هذه الآية على أن القتال سببه الكفر. استدلوا أيضا بقول الله عز وجل في سورة التوبة أيضا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما الآية الثانية، هاتان هما الآيتان اللتان يستشهد بهما الجمهور على، عفوا مو الجمهور، الشافعية والظاهرية على ما ذهبوا إليه. أما الأحاديث فاستشهدوا بالأحاديث التالية. الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذه دعامة حجة الشافعية والظاهرية بالنسبة للأحاديث. وسبق أن ذكرنا هذا الحديث وذكرنا شرحه. أيضا استدلوا بما رواه أبو داود والترمذي من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، أي صغارهم. قال اقتلوا شيوخ المشركين، يعني كأنما فهم أصحاب هذا المذهب أن المراد بالشيوخ الشيوخ العجز يعني. طيب هؤلاء لا يقاتلون، لا يتأتى منهم قتال، ومع ذلك أمر رسول الله بقتلهم. إذن السبب الكفر. أيضا استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة يوم الفتح، قال له ابن خطل واحد من المشركين متعلق بأستار الكعبة وكان رسول الله قد أهدر دمه، قال: يا رسول الله، هذا متعلق بأستار الكعبة، ماذا نصنع؟ فقال: اقتله. قلت، يعني نحن نقول هذا الرجل كان رسول الله قد أهدر دمه في عدد من الرجال والنساء أمر رسول الله بقتلهم، وكان واحد منهم كعب بن زهير، طبعا إلا إن أسلموا ينتهي الإشكال. هذه هي أدلة أصحاب هذا المذهب. قالوا الآية الأولى من سورة التوبة والآية الثانية دلت على أن الغاية من القتال إنما هي التوبة والدخول في الإسلام، ولذلك قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية الثانية غاية القتال فيها التوبة أو الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه هي أدلة الفريقين، أخذناها من كتب المذهب ذاتها. فتعالوا نصغي إلى النقاش الذي جرى بين العلماء فيما يتعلق بهذه الأدلة. الشافعية استدلوا من القرآن بآيتين، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناها. فماذا قال الجمهور عن أدلة الشافعية الآيتين من القرآن؟ قالوا، نصغي بالأول إلى أدلة الجمهور في مناقشتهم للآيتين اللتين استدل بهما الشافعية والظاهرية. هذه الآية الأولى هي الآية الخامسة من سورة التوبة، وهي: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قالوا تعالوا نتابع الآيات التي جاءت بعد هذه، يعني الآية السادسة والسابعة والثامنة. هذه الآية وحدها باستقلالها فعلا تدعم رأي الشافعية، لكن قالوا تعالوا نصغي إلى التتمة، الآية السادسة والسابعة والثامنة. يقول الله عز وجل في الآية التي تليها مباشرة بعد هذه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية الأولى السادسة، يعني الآية التي تليها السابعة: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذه الآية السابعة. قالوا تعالوا نصغي إلى الآية الثامنة: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيكم عهدا، يعني يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وقال الجمهور: كل آية من هذه الآيات السادسة والسابعة والثامنة تبين أن سبب القتال في الآية الخامسة ليس الكفر وإنما هو العدوان. الآية السادسة يقول الله فيها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، طلب أن يدخل إلى بلدتك مستجيرا فأجره ولا تؤذه حتى يسمع كلام الله. محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد قوله بعد ذلك: ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني إذا دخل وسمع كلام الله ولم يعجبه هذا الذي سمع وأراد أن يرجع كافرا، ما الذي يجب عليك أن تفعل؟ تبلغه إلى المكان الذي يأمن فيه. لم ينهى الله عن إيذائه فقط، بل أيضا أمرنا بأن نحوطه بالرعاية إلى أن يصل إلى بلدته أو إلى المكان الذي يأمن فيه. فلو كان القتال الذي أمر الله به في الآية الخامسة من أجل القضاء على الكفر لوجب قتل هذا الإنسان الذي دخل وسمع القرآن ثم لم يعجبه وأراد أن يخرج. طيب ينهانا الله عن قتله إذا آمن، طبعا انتهى الإشكال، وإذا لم يؤمن أيضا يأمرنا بأن نبلغه مأمنه. نعم. ثم قال الجمهور، والآية التي تب بعدها تؤكد هذا المعنى، ماذا يقول الله في الآية السابعة بعد هذه الآية السادسة؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ أي المشركون ليسوا أهلا لأن تعقدوا معهم معاهدة، لأنهم جربتم عهودهم معكم، كانت عاقبة هذه العهود الخيانة كما فعل يهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود بني قينقاع. نعم. لكن قال إلا، هنا محل الشاهد، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له. هؤلاء بينكم وبينهم عهد، طالما كانوا مستقيمين في معاملتهم لكم فاستقيموا في معاملتكم له. لو يقول الجمهور، لو كان كلام الشافعية والظاهرية صحيحا في أن آية السيف هذه، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نسخت الآيات السابقة التي تنهى عن القتال المشركين، لو كان كذلك لنسخت هذه الآية العهد الذي بين المسلمين وبين المشركين.
في حين أن هذه الآية ذاتها وهي بعد الآية الخامسة الناسخة في تصور الشافعية لآيات عدم القتال تأمر المسلمين باحترام العهد والمواثيق التي بين المسلمين وبين المشركين في مكة. مرة أخرى أقول حتى يصبح الكلام واضح، يعني الشافعية يقولون إن هذه الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية ناسخة للآيات التي تأمر بقتال المعتدين فقط، نسخت. طيب نسخت، يعني من الآن فصاعد ينبغي أن يقاتل كل المشركين وأن يقتلوا، متى ما كان وجد واحد كافر يقتل، هكذا تأمر آية السيف. طيب لماذا يقول الله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ هؤلاء مشركون، وقد نسخ الله كما تقولون حكم مقاتلة المعتدين فقط، معنى ذلك نسخ المعاهدة أيضا التي بين المشركين وبين المسلمين، لأن هؤلاء المعاهدين مشركون كافرون. فها هو الله عز وجل يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذه دلالة ثانية في الآية السابعة على عكس ما فهم الجمهور من الآية الخامسة. الدلالة الثالثة في الآية الثامنة وهي قول الله عز وجل كيف، يعني كيف لا تقاتلونهم، كيف تجبنون عن قتالهم والحال وإن يظهروا عليكم، يعني يتغلبوا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الفاسقون. كيف لا تقاتلونهم وهؤلاء خونة إذا كانوا ضعافا يظهرون لكم الوداد، ولكنهم إذا وجدوا أنهم أصبحوا أقوياء قادرين على أن ينفذوا بأي عدوان عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، يردونكم بأفواههم يعني لا بقلوبهم. هذا نص على أن سبب القتال ما هو؟ الخيانة التي يتصف بها هؤلاء. فهؤلاء قد يبرزون لكم الكلام الطيب والحديث السلمي ولكنهم يخفون الخطط العدوانية من وراء ذلك، إذن ينبغي أن تكونوا على حذر وينبغي أن لا تلقوا بالا لتظاهرهم بالمسالمة لكم. فهذا دليل آخر، ثلاثة أدلة في الآية السادسة دليل والسابعة دليل والثامنة دليل على أن الآية الخامسة التي أمرت بالقتال لم تأمر بالقتال بسبب الكفر، وإنما أمرت بالقتال بسبب العدوان. قيل لهم، قيل للجمهور من قبل الشافعية والظاهرية، وهذا موجود في كتاب ابن حزم المحلى، طيب إذا كان هذا الكلام ماشي الحال لكن الآية الصريحة الآية الخامسة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، جعل الله في هذه الآية غاية ونهاية القتال التوبة، ولم يجعل نهاية القتال الإمساك عن العدوان. ماذا تقولون؟ قالوا منطوق هذه الآية، لا نجادلكم فيه، مصبوط. هلا إذا ناس عم يعتدوا علينا وعم يحاربونا وأمرنا الله بقتالهم درءا للحرابة ودرءا لعدوانهم، إذا تابوا شو بنساوي؟ ما بنتركهم؟ نتركهم. إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أكيد منتركهم، لأنه يلي تاب مع الله من باب أولى رح يتوب معنا، هذا منطوق الآية تمام. لكن مو معنى الآية
فإذا لم يتوبوا مع الله بأن يؤمنوا به وأن يسلموا له، ولكنهم تابوا عن معاداتكم، يجب أن تظلوا تقاتلونهم. لا إمامة لهذا الكلام، يعني نحن نأخذ بمنطوق الآية ولا يوجد مفهوم لها هنا. كل ما هنالك أن الآية تقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، مظبوط، يعني جعل الله عز وجل مؤشر نهاية القتال أعلى درجة من درجات التوبة. وأعلى درجة من درجات التوبة ما هي؟ الإسلام. لكن هذا لا يعني أنهم إذا تابوا بدرجة أدنى، يعني تابوا عن مقاتلتنا، تابوا عن محاربتنا، من تم قاتلهم؟ لا، هذه الآية لا تدل على ذلك، لا سيما وإن الآية السادسة والسابعة والثامنة شرحت وأوضحت وبينت. هكذا قال الجمهور وناقش الشافعية والظاهرية في الآية الأولى التي استدل بها الشافعية. طيب فماذا قال الجمهور للشافعية والظاهرية بالنسبة للآية الثانية؟ الشافعية استدلوا بآيتين، الآية الثانية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما هو ردكم يا جمهور على الشافعية والظاهرية في هذه الآية؟ قالوا هذه الآية حجة لنا. الجمهور كيف حجة لكم؟ قالوا الباري عز وجل هنا جعل غاية القتال الإسلام ولا الجزية؟ الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق، نعم، من الذين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم سالمون. ما جاب سيرة الإسلام بنور، ما قال حتى يسلموا، وإنما قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو كان القتال الذي شرعه الله عز وجل من أجل القضاء على الكفر لما كان إعطاء أهل الكتاب الجزية مبررا لإنهاء القتال، لأن الكفر لا يزال موجودا. نعم. طيب، وعندما يعطي أهل الكتاب الجزية ما المشكلة التي حلتها الجزية؟ الجزية حلت مشكلة الحراب الواقع التي نقول عنها ذلك، لأن هؤلاء الكتابيين عندما يرفعون لواء المسالمة ويندمجون مع نظام المجتمع الإسلامي ولكل دينه ولكل قناعته وعقيدته، ودفع هؤلاء أهل الكتاب مقابل ما يدفعه المسلمون من الزكاة للدولة من أجل أن تنهض الدولة برعاية أهل الكتاب وشؤونهم وخدماتهم وكل ما يتعلق بهم، فقد ارتفع القتال وساد السلم ولم يعد يجوز مقاتلتهم. طيب، هذه الآية إذن هي دليل على ماذا؟ دليل على أن القتال الذي شرعه الله إنما هو من أجل درء الحرابة وليس من أجل الكفر. ولو كان من أجل الكفر لما جاز أن نوقف القتال، لأن هنالك اندماجا بين المسلمين وأهل الكتاب في المجتمع الإسلامي الواحد اطلاقا. قد يقول قائل طيب، كلمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لماذا هذا الكلام؟ لماذا الصغار؟ ولماذا قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هذه
الفقرة من الآية أيها الإخوة، سنطيل الحديث في شرحها عندما نتكلم عن، سنشرحها إن شاء الله، لكن نرجع هذا إلى ميقاته. إذن الجمهور ردوا هاتين الآيتين اللتين استشهد بهما الشافعية والظاهرية وقالوا لا حجة لكم فيهما. الآية الأولى يرد على فهمكم فيها الآية السادسة والسابعة والثامنة من نفس سورة التوبة، والآية الأخرى وهي أيضا في سورة التوبة أصلا الغاية ليست إنهاء الكفر نهاية الكفر، وإنما الغاية هي الجزية. طيب ماذا قال الجمهور بالنسبة للأحاديث التي استشهد بها الشافعية والظاهرية؟ الحديث الأول وهو الحديث الذي يرويه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الكلام الذي قلناه، وأعتقد أننا لم ننس بعد. قال الجمهور: النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل، ما قال أمرت أن أقتل. وحتى الإمام الشافعي يقول فيما يروي عنه البيهقي: ليس المقاتلة من القتل بسبيل، يعني المقاتلة شيء والقتل شيء ثاني، وليس كل من جاز مقاتلته يجوز قتله. هذا كلام الإمام الشافعي ذاته، ليس القتال من القتل بسبيل، يعني بمعنى واحد قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. إذن هذا الكلام انتهينا منه، شرحناه وأفضل الحديث فيه. طيب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي يقول فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم صغارهم. قال الجمهور: نعود إلى اللغة، ما معنى شيوخ المشركين؟ شيوخ جمع شيخ، الشيخ هو الرجل الذي بلغ مكانة التبجيل أو سن التبجيل، هو الرجل الذي بلغ مكانة التبجيل، يقال شيخ يعني تبجيلا له، أو سن التبجيل. وليس الشيخ بمعنى الرجل الضعيف الفاني، لا. والدليل على هذا دليل آخر، المقابلة، قوله صلى الله عليه وسلم: واستحيوا شرخهم، يعني استحيوا بمعنى لا تقتلوا، لا تقتلوا صغارهم. لماذا؟ لأن الصغار صغار، لا يجوز ظلمهم وقتلهم، ولا يقاتلون هؤلاء أصلا، ما هم المكلفين. الصغار قابله بماذا؟ بالشيوخ، يعني الشيوخ بمعنى الكبار. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عندما نهى عن الشيخ قال: الشيخ الفاني، لا تقتلوا شيخا فانيا، احترازا عن الشيخ الكبير. لا، متى ما صار عمره 51 سنة صار اسمه شيخ، هذا مقاتل، هذا قوي، قد يكون ضابطا كبيرا أيضا. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى ماذا قال؟ قال: لا تقتلوا شيخا فانيا. أما هنا قال: اقتلوا شيوخ المشركين، أي كبارهم الذين يتأتى منهم القتال، واستحيوا شرخهم، يعني صغارهم. عندما تقابل بين كلمة صغارهم، الكلمة الثانية بمعنى كبارهم، كأنه قال: اقتلوا كبارهم واستحيوا صغارهم، وليس المراد بالكبار الفانيين. لا، في الحديث الثاني نهى، وذاك يخصص هذا. طيب، ولسان العرب والقاموس المحيط كلهم شرحوا معنى الشيخ كما قلت لكم، هو الرجل الذي بلغ سن التبجيل أو مكانة التبجيل، يعني حتى لو شاب مبجل بنقول شيخ. نعم، الآن في الخليج هنا يقال فلان شيخ شيخ، ومعنى يعني أنه كبير في السن، يعني رجل مبجل. نعم. طيب، وأما حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح يرويه البخاري
أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة أفنقتله؟ قال اقتله، كافر ولو كان متعلق بأستار الكعبة. ماذا قال الجمهور في الرد عليه؟ قال يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابن خطل وعدد من المشركين عندما دخل مكة، نهى عن مقاتلة المشركين كلهم، قال إلا فلان وفلان 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 وفلان، لا اقتلوهم أينما وجدتموهم إلا إذا دخلوا الإسلام. طيب كيف بتجعل المستثنى مثل المستثنى منه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا واحدا، كل أهل مكة اللي دخلها رسول الله كانوا كفار، كانوا مشركين كما تعلمون، هل قاتلهم وهم مشركون؟ أبدا، بل خطب فيهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء وهم مشركون، ولما بايع من بايع بايع الذين جاءوا مختارين، لكن استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان ومنهم ابن خطل، قال هؤلاء اقتلوهم لأنهم كانوا فتاكين، كانوا مسيئين، كانوا أساءوا إساءة بالغة إلى الإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا الرسول استثنى كم واحد من أولى اللي ما استثناهم من لحقهم باللي استثناهم، لكن شو معنى الاستثناء؟ إذا قلت لك نعم أنا مأكرم نعم فلانا وفلانا وفلانا من الذين جاءوا إليك، خلاص أنا قلت لك فلان وفلان وفلان من الذين جاءوا إليك، بتقول يلا التانين كمان بنكرمهم قياسا على هدول، بتكون أنت عم تلعب بكلامي. هذا جواب الجمهور على هذا الحديث الآخر. طيب إذا هذا هو رد الجمهور على أدلة الشافعية والظاهرية. فماذا رد الشافعية والظاهرية على أدلة الجمهور؟ أعتقد أن الوقت قد أدركنا أيها الإخوة، ونحن التزمنا أن ليكون الوقت الصلاة والدرس كله ساعة فقط، ولعلنا قد أخذنا قسطنا. نحن نتوقف عند هذا وسنذكر أدلة الجمهور إن شاء الله، أدلة الشافعية أو مناقشة الشافعية في الدرس القادم. قبل أن ننهي الدرس أيها الإخوة أقول لكم شيئا، أنا طلب مني أن ألقي درسا يوم السبت في جامع الحسن في شهر رمضان المبارك هذا، ووعدت ولكني نسيت، فأنا أعتذر لمن ذهب إلى جامع الحسن يوم السبت بعد العصر ولم يجدني، وكفارة هذا النسيان أن أحضر يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر مباشرة لإلقاء درس في ذلك الجامع إن شاء الله تعالى، وإن أحيانا الله سبحانه وتعالى، ونتابع إن شاء الله دروسنا هذه. هذه دروس علمية لا تضيق بها ذرعا، هي أهم من المواعظ التي لا رصيد لها، ونحن ينبغي أن نصبر على الأمور العلمية حتى نستوعب مسألة من أخطر المسائل، من أخطر المسائل، وإلا فإن الغوغاء ستتغلب علينا، وفي هذا العصر يتصارع الغوغاء مع العلم، والغوغاء مجندون لخطط أجنبية للكيد للإسلام، علم ذلك من علم وجاهل ذلك من جاهل. الغوغاء باسم الإسلام يفسدون الإسلام، باسم الإسلام يفسدون الإسلام. يعني مثلا هلا لما بيكون في درس مثل هذا الدرس قائم ومنتظم بشكل، جماعة لما بدهم يفسدوا الدرس من برا شو بيساووا؟ بيبعتوا شي 10-12 واحد، واحد بيقعد هون، واحد هنيك، واحد هنيك، بيعملوا حالهم متحمسين للدرس، هذا بيحكي له كلمة، هذا بيطلع له، هذا بيخانق هذا، الثاني بيخانق الثاني، شو صار بالدرس؟ انتزع، ما حدا عارفان شو اللي جرى. الآن مجتمعنا مثل هالمكان اللي نحن فيه بس بقى كبير، وهنالك من يتسرب باسم الإسلام لكي يثير الضوضاء وليثير الفتن، ثم نفتح أعيننا بعد قليل وإذا بالعدو دخل وهيمن علينا
وأخذ ذروة النتائج. والله الذي لا إله إلا هو، هذا ما يجري اليوم في الجزائر، وهذا ما يفعله كثير من الناس اليوم في مصر. نعم، كما صورت لكم مثال دقيق دقيق جدا جدا. نعم، جماعة فاتوا واحد من الواحد من العاملين ريحة وعاملين كذا وقاعدين عم يسمعوا بدهم يستفيدوا. نعم، هذا بيطالب سؤال، بيسألني سؤال، تاني ما يسكت، لا تجي تشوش إلى آخره، لا بدك بدي أحكي، لا بدك كذا، تاني بيطلع له من هون، تاني بيطلع له من هون، الدرس كله فساد، ما حد عارفان شو اللي صار، بيكون في خطة من برا رسمت وجاءت. نعم، فالغوغاء اليوم يريدون أن يتصيدوا أحكام الشريعة الإسلامية ويفسدوها باسم الجهاد، باسم الحوار، باسم الصحوة الإسلامية. بأي متى أعطيت ورقة للمسلمين من قبل الله يأتي من يستلبها منهم بطريقة من الطرق. كيف السبيل للقضاء على العلم حتى لا يتغلب علينا الغوغائيون باسم العلم؟ ناس قالوا عن هذا الكلام إنه أنا أدعو إلى إنهاء الجهاد، أنا أدعو إلى إلغاء الجهاد. معاذ الله، الساحة موجودة، يأتي كل من يريد أن يجاهد ليقاتل إسرائيل، تفضلوا. الحرابة تقتضي مقاتلتهم، قالوا إن قلتم كفر تقتضي مقاتلتهم، إن قلتم استلاب الأرض تقتضي مقاتلتهم. لماذا؟ لماذا تديرون ظهوركم إلى من يجب أن تقاتلوهم؟ وتتجهون إلى أبناء جلدتكم وإخوانكم في الإسلام والدين تذبحونهم وتقاتلونهم. فالغوغاء لا يتم القضاء عليها إلا بالعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.